Mr. President, السيد الرئيس، السيد الأمين العام، السيد أحمد عبد الغيث، أصحاب السعادة والوزراء، الضيوف الكرام، نجتمع اليوم كما قال المتحدث السابق في وقت عصيب في الشرق الأوسط، حيث نعيش جميعا ونرى هذه الأزمة الإنسانية التي تتطور أمام أعيننا في شاشة التلفزيون. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس قال بأنه لا يمكن لشيء أن يبرر عمليات الإرهابية التي قامت بها حماس في 7 أكتوبر. أيضا فإن الأمم المتحدة والعاملين في الأمم المتحدة والمدنيين في قطاع غزة الآن يشهدون الأوضاع الإنسانية غير المسبوقة التي يشهدها الشعب الفلسطيني بعد 11 شهرا من الحرب، في هذه الحرب التي يظهر أنها لن تنتهي قريبا. هناك الكثير من المآسي التي حدثت خلال هذه الحرب ومنعكسة على الشباب وعلى الصغار في قطاع غزة. لقد زرت غزة العديد من المرات والتقيت بالنساء والأطفال والشيوخ والنساء واستمعت إلى قصصهم المحزنة وكيف أنهم فقدوا الكثير من أصدقائهم ومن عائلاتهم. إن الشعب الفلسطيني والفلسطينيين في قطاع غزة يريدون نهاية هذه الحرب، وهم يتطلعون للوصول إلى وقف إطلاق النار واستعادة كرامتهم. كل ما يحدث في قطاع غزة منقول على الشاشات، ونحن جميعا شاهدنا بأم أعيننا ما يدور في قطاع غزة. لا يمكن أنني أقول إن ما ترونه في الشاشات يختلف كثيرا عما نراه في أرض الواقع. نحن نرى أزمة غير مسبوقة في تاريخ البشرية. كما قال لازارين، هؤلاء الأطفال الذين كانوا من المفترض أن يتعلموا في مدارس الأونروا هم الآن يعيشون بين الركام ويعيشون في ظروف بيئية خطيرة. وأيضا هناك آلاف الأطفال في قطاع غزة فقدوا الكثير من عائلاتهم، وهناك بعض الأطفال الذين فقدوا جميع أفراد عائلاتهم، وهم الآن يطلبون من مجتمع الدولة ويبحثون عن مأوى لهم في ظل هذه الأوضاع غير الإنسانية. لذلك فإنه نحن الآن نشهد أزمة غير مسبوقة في قطاع غزة، ولا بد من الوصول إلى حل من أجل إدخال المساعدات الإنسانية الكافية. وإنني أقول أنه لا بد من الجميع احترام القانون الدولي الإنساني، وأيضا لا بد من احترام حقوق الأطفال في قطاع غزة. فأيضا فإنني أقول أنه لا بد من الأونروا أن تستمر في تنفيذ التفويض المكلفة به والقيام بكل الأعمال المنوطة بها في قطاع غزة، رغم كل الحملات التي تتعرض لها الأونروا. فإنني أقول أن الأونروا وغيرها من المنظمات التابعة للأمم المتحدة تبذل جهودا من أجل توصيل المساعدات ومساعدة المدنيين. ومرة أخرى فإن لا بد من أن تكون هنا، لا أقول أن الإرادة السياسية هي التي منحت الأونروا حقها، وهي التي منحت الأونروا القدرة والقوة على الاستمرار في أعمالها. لم نشهد في التاريخ المعاصر انتشارا لمرض شر الأطفال، ولكننا شاهدناه الآن جميعا في قطاع غزة، وهذا يدل على صعوبة الأزمة الإنسانية في هذه المنطقة. لذلك فإن الأونروا تدعو المجتمع الدولي لتقديم كل المساعدات اللازمة للأونروا من أجل القيام بتفويضها على أكمل وجه.
وإنني أشيد الجهود المصرية التي تبذل من أجل إدخال المساعدات. لذلك فإنني أقول أنه لا يجب أن نضيع كثيرا من الوقت، لأن الوقت يمضي سريعا، وهناك حاجة إلى إنهاء هذه الحرب في أسرع وقت ممكن. في نهاية المطاف فإن القانون الدولي لا يجب أن نهمل أو نغفل القانون الدولي. إن من المهم جدا الآن التدخل وتطبيق القانون الدولي من أجل رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. هناك البيئة الحالية في قطاع غزة، وأيضا التهجير القسري والنزوح القسري للاجئين جعل منطقة غزة غير آمنة. ليس هناك منطقة آمنة في قطاع غزة. لا بد من فتح جميع المعابر، وكما يعلم وزير الخارجية المصري فإن الأمم المتحدة تقدمت بطلب لجميع الأطراف من أجل فتح جميع المعابر في قطاع غزة حتى يتم دعم الجهود التي تبذلها الأونروا وغيرها من المنظمات في الضفة الغربية. ورغم الاتفاقيات التي تم التوصل إليها، إلا أنه حدثت العديد من الأحداث التي أحالت دون تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها. هناك الآن في قطاع غزة حاجة إلى إعادة إعمار فورية. كل شيء تدمر. هذا الأمر يتطلب الكثير من الجهد. نحن لا نحتاج إلى الدقيقة فقط، ولكن نحتاج إلى عمليات كبيرة من أجل إنقاذ ما تبقى ومن أجل تقديم المساعدة الفورية للفلسطينيين في قطاع غزة. والآن فإنني أقول مرة أخرى، نحن بحاجة أيضا إلى التضامن، ليس فقط من الجانب العربي ولكن أيضا من الجانب الأوروبي. إن المدنيين في قطاع غزة يريدون إيقاف هذه الحرب ويريدون عودة النازحين إلى أماكنهم. لذلك فإننا جميعا لا بد من أن نستمع إلى هذه الأصوات في قطاع غزة. إن أعلم وأقول بأن الحوار السياسي والمساعي السياسية هي الوحيدة التي يمكنها أو التي يمكن من خلالها تحقيق كل الأهداف المرجوة. إن السلطة الفلسطينية لديها الكثير من الخطط والرؤى من أجل تقديم الدعم بمساعدة الفاعلين الأساسيين والشركاء الأساسيين للسلطة الفلسطينية. وإنني أيضاً فإن السلطة الفلسطينية قد أكدت على الكثير من الأشياء التي تحتاج، وقد وضعت الكثير من المبادرات وبعض البرامج التي سوف تنفذها من أجل النهوض بالمجتمع الفلسطيني، ونحن ندعم كل الخطى التي تقدمها السلطة الفلسطينية. لذلك فإنني نحن الآن نأمل بتحويل الأشخاص في قطاع غزة من أشخاص يتلقون المساعدات إلى أشخاص طموحين لديهم أعمالهم ولديهم مجتمعاتهم ويعتمدون على أنفسهم بدلا من تلقي المساعدات. هذه هي الهدف الأسمى. وإنني أقول مرة أخرى فإنه لا يجب أبدا أن ننسى قطاع غزة. لا بد من التوصل إلى اتفاق فوري لإنهاء الحرب، ولا بد من بذل الجهود من أجل وضع الخطط اللازمة من أجل إعادة إعمار غزة وتقديم الدعم الكامل لها. وإنني الآن أؤيد
أيضا الحل الدائم الذي كنا دائما ندعو إليه، وهو إقامة دولتين فلسطين وإسرائيل تعيشان جنبا إلى جنب في أمن وسلام. وإنني لدي بعض المقترحات لديكم اليوم، وهو الاستمرار في تقديم الدعم السياسي لهذه المشكلة، وأيضا الاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. أيضا يجب على الدول العربية الضغط من أجل إلزام الجميع باحترام القانون الدولي، وأيضا تقديم الدعم المالي للمنظمات غير الحكومية الفلسطينية التي تلعب دورا كبيرا في قطاع غزة، وأيضا تقديم الدعم الكامل للسلطة الفلسطينية ومنظمات المجتمع الدولي في فلسطين. إن جهودكم أمرا ضروري. نحن لن نعيد الحياة إلى من فقدها، ولكننا يمكننا تقديم كل الدعم من أجل كرامة الشعب الفلسطيني، ويجب أقول أنه يجب التوصل إلى حل سياسي على الفور بدون تأخير.